الياس مستقر بعده مسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل كلها أكيد منشوفها بعد شوي. أما هلأ مننتقل على فقرة صورة وشمسية. وصلتنا اليوم صورة من سارة. قبل ما نوصل على طقس لبنان خلينا نشوف كيف رح تكون الحرارة ببعض الدول العربية المجاورة. منبلش جولتنا على الخريطة مع القاهرة 28، تونس 22، الجزائر 24، الخرطوم 37 درجة، منكمل على بغداد 29، دمشق 23، القدس 24، المنامة 26 درجة، والختام عم بيقوم على الكويت 26، الدوحة 28، والرياض 34 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم تتراوح بين 12 وال 25 درجة، الرطوبة عم توصل أقصاها لل 60%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين 13 وال 22 درجة، أما بالداخل عم توصل أقصاها لل 24 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا سوا من شمال مع كار 23، طرابلس 24، الأرز 15، الكورة 24 درجة، الهرمل 25، القاع 24، بعلبك 20، 19 درجة برية. منكمل بالمناطق اللبنانية عجبال 26، 18 بفريا، 25 درجة بجوني وببعبدا، وبيروت كمان عم بتسجل فيها الحرارة 25 درجة مع طقس غائم جزئيا. زحلة 24، شتورة 23، عنجر 24، 25 درجة بمشغرة، جزين 25، 24 برشايا وبمرج عيون، 25 درجة ببنت جبال، والختام بالمناطق اللبنانية عم بيكون مع بيت الدين 24، أما صيدا صور وقانا و25 درجة. كيف رح يكون الطقس بالثلاث أيام الجايين منشوف سوا. منبلش مع بكرة الخميس مثل ما ذكرنا عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. نهار الخميس الحرارة عم توصل أقصاها لل 25 درجة، أما لنهار الجمعة استقرار كمان لل 25 درجة، أما انخفاض درجة واحدة لنهار السبت توصل حرارة أقصاها لل 24 درجة، أما أدناها لل 17 درجة. على ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين الأربعة وال 15 درجة. بعتولنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكن المفضل لقونا عطول على المستقبل.